كل شيء عندك يعني مش ناقص شيء وخلص يعني. بس دي الترنة اللي انت بطلعها دي عايزة ابقى مستيريوس شوية. انت عارف كيف تحسبها بطريقة ثقيلة؟ لسه صغار شو يعني؟ مثلا 23 24 21 22 23 سنة واصلا ستار اكاديمي 6 الكبار فقط. لا خصوصا من صلك انت شي 10 سنين معامل شي بحياتك صح؟ يعني انا 6 سنين قضيتها بالفن بس عم بحاول ولسه حنحاول. المهم ليه بتحبي تغني؟ عيب عشان تغني؟ اوكي وبعدين هلا بعد سنتين انت عملت اللي ما حدش عمله يعني شوف برقم قياسي سنتين عملتي افلام وعملتي سي دي وحفلات وسافرت دول العالم وكذا واجا بني ادم اوكي كامل ما في ولا غلطه اوكي وبتحبيه انت بس قال لك تترك هذا كله هلا هي خليني جاوب انا بس عشان بس لا ما بدي انت شكل استنى لكن بس خليني اقترح شيء بس انا لاني بدي اقول لكم شغله صارت وفعلا صارت بس احكي شيء ما بدلتي بطارياتك؟ طب بتبصي ليه؟ بتبصي ليه؟ بدلتي؟ طيب انت قول انا راح زورك الاول ايه. انا بدلت بدلت هلا هي انه يجي واحد يعني يحبها وتحبه بهذا الشيء هو وهي مخها مو ظابط مع مخه هي اول شيء ما حدا بتحبه exactly. كبدايه لا هلا انا بقول لك اجى واحد وعرف بعض وحبته وحبه اوكي اذا حبته وحبها رح تستغني عن شيء ثاني بس هلا هو اذا كان بيحبها اذا هو كان بيحبها ما هو بطريقه حلمه وطريقه انا قلت هي انا قلت قصه معينه انا ما قلت يمكن انا قلت اجى وقالها قعدت انا وياك لارا حبينا بعض لدرجه مش طبيعيه لارا ثاني بدها تقرب وخلص اللي هو انت يا لارا بتحلمي فيني حتى وانت صاحي وانت نايم وجيت قلت لك يا لارا احنا انت صار عندك اللي بكفيك وانا عندي اصلا اللي بكفيني مو محتاج يعني مثلا فاهم علي ومش محتاجين انه انت خلص عملت السنتين وكنت في ستار اكاديمي وكل شيء تمام اوكي بس انا ما بدي اياك تشتغلي بهالشيء يعني بالوصف الفني لو انا مش لو انا مقتنعه باللي بعمله في حياتي انا سالتك سؤال واحد يا عم تكمل ولا لا مش اقتناع او شغله انا بقول لك صرتي مشهوره مكسر الدنيا ايوه ممكن ابقى مشهوره ومن جوه مش مبسوطه ممكن ابقى مشهوره ومن جوه مبسوطه الكلام ده انت قلت لي اياه قبل هيك انا انت ما بقول لك مشهوره ومبسوطه وكل شيء تمام عندك وعندك فلوس وحفلات بتطلع ومثلت افلام كسرت الدنيا والمجال لسه مفتوح لك ولسه الناس عم تطلبك ولسه منتجين ومخرجين كلهم عم بيطلبوك فاهم علي بس فجاه اجى بني ادم ما انا فهمت ما هي اكيد رح تكون مبسوطه انك عم تعملي شيء انت بتحبيه ايه اذا وحلبي لك كل طلباتك وانت كمان حتلبي لك كل طلباتك هقول لك استنى سنتين يعني تفهمين هقول لك مش عارفه دلوقتي honestly مش عارفه معقول مش عارفه الحقيقة مش عارفة أنا عارف لو إجتنا حتى واحدة لو بتموت فيني وبتحبني وإنه حتى لو إنه أنا طبعا عمرها ما بتصير يعني عمرها ما رح تصير إنه أردت أعطيك أملاكي لو كان عندك أملاك بس حتى لو بتعطي لو بتفرش لي ألماس قولها أنا مش عارفة شغلي عارفة ليه عارفة ليه البني آدم طول عمره بيروح وبيجي بس ناس لازم تفهم حاجة التعب بيروح ما بيرجعش انت كمان عندك 26 سنة انا لسه 18 لسه يعني لا انا بسألك حاجات انا بسألك انا بسألك سؤال يعني انه انا بقولك honestly مش عارفة سؤال انا لسه في البداية ما عارفة شو راح يصير يقول انا جاكا ستار اسمع انا راح ايوه هو جاكا ستار اكاديمي 6 ما هو حيوم قبل انت جاكا ستار اكاديمي 6 ولا تزال أنت الجقلة ناظم بس لا يعني جقلة بعد اليوم لا جقلة بعد اليوم بعدك يا ناظم نعم طبعا قالوا لي أنت جقلة قالوا لي أنت جقلة إيه قولي شو أنت ليش إحنا يعني لسه في البداية ما أعرف أنا ما قلت إنه بداية أنا بقول لك أحلمي صار كذا 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 معاك يعني أنا بقول لك my answer honestly مش عارفة كيف مش عارفة أنا بقولك أنت هلأ صرت كذا مش عارفة لازم أبقى محطوطة في البوزيشن دي ممكن أقولك حاجة دلوقتي لما تحصل حاجة تانية محمد أنت صرت هلأ خلص صرت هلأ صرت وتصورت حلو وبرضه حبيت وحده كذا ومستعد إنه هي خلص هاي حلم حياتي محمد أنت شو رأيك
حلم ولا غلطة وكل شيء تمام بينك. طبعاً أيوه بعدين. إنه لو قالتك الوسط الفني أو أنا. عندي قناعة إذا الواحد كان عن جد بيحب. تعمل إيه؟ أنت عن نفسك. خلاص كل شيء كمان. أنا عن نفسي؟ لا. لا. كان عن جد بيحبه. أنت هاي أنت رأيك وأنا رأيي أنت رأيك. وين؟ استنى اسمع رأي محمد. لا أنا عم بحكي بدون 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 ما فوت بالقصص انه you would give up something for someone. ما انا عم بقول انا خلص صارت القصة صارت لا اذا حدا بيحب حدا ثاني محمد مين بحبوا بعض اجتك تعرفتوا ما مين بحبوا بعض بحبوا بعض اذا كانوا بحبوا بعض حبيت فلازم اي حدا يتخلى عن مش طبيعي يتخلى عن اي شيء كرمال هذا الشخص. قالت لك محمد يا انا يا الفن بس مش الانسان ده لو بيحبك honestly لا ما بحكي عن شيء طبعا لو كان بيحبك بس هو انت كمان حتفكري لما انت تكوني مقتنعه بشيء وانا بحب الشخص ده وانا في انا قادر اني استغنى عن الحاجات دي كرمال الشخص ده بطريقه معينه مش بطريقه انه يا انا يا الحق يعني يا انا يا هذا يروح عشان حبنا اكيد مش كده يعني او غير كده يعني انت اكيد لما احس انه الشخص ده بيقول لي انه انا بحب الحاجه اللي بتعملها واعملها انت ممكن تكون واحد بس اكون معك That's okay. But I love someone and I'm like, you want to do this or this, it's me or this. I don't respect that at all. لما أنت تيجي تحرميني من تعب سنين أنا أو تعب حتى لو كان يوم وأنا تعبت فيه وتيجي تقولي لي يا أنا يا الفن. مو لي أنت يعني. اوكي لا استنى مو هي مش منو انت لا مينو انت مينو انت اللي انا حامي لصلي لصلي سوا سنين اول حاجه هتزعل منها قد ما كنت كم سنه تجي انت بيوم وليله تعملي لك تغيري حياتك اكزاكتلي رضا وهالحب انا رايي اذا كنت انا مثلا بحبك بحب مصلحتك ما راح اقول لك تتخلى عن هذا الشيء اللي انت بتحبه Exactly. توقفي معي حتى لو أنت كنتي مو مقتنعة. أنا هلا عم بحكي بشغلة معينة. يعني توقفي معي حتى لو أنت مالك مقتنعة بالشيء. إحنا فهمنا نفسك. أنا عم بقول إنه شغلة معينة صارت. أنا من أدم مو مستعد. أبودي أحاول شغلتي عشان. هذا الشيء اللي قلت. لا إجري. أمسكه ورق ولا لا. ما هي الفكرة أنت شو بدك تحبها أنت إذا ما كنت فاهمين بقى النقطة. لا والله لو بموت فيها. شو بدك؟ لو بموت فيها بفكر بهذا بعرف كيف بدي أخذ. شوف مثلاً شو عرفت شو؟ ديالة يعني ديالة مثلاً من الناس اللي حب الحد والفن. حتضحي بالفن من قبل صح يا ديالا؟ مين هو؟ اهو يعني لو انت حبيتي لا اذا اجى حبيتي لك شخص قال لك يا انا يا الفن يا بس يا ضفيره ما في ضفيره يعني عم بحكي انت هلا بعد يعني استنى بعد سنتين شو هالبيبان السنتين طلبت بس مش السنتين. وجا عندك إيكون تعرف إيكون؟ إيكون. وجا عندك إيكون قال لك يا. إجا عندك. بدي أعرف. آدم عادي يعني. مش عادي. يعني بتحب. اختاري بيني. ممكن اثنين مثلاً عشتوا فترة مع بعض. أوكي. You're a hopeless case. حب من. You're a hopeless case. I'm hopeless case. What is hopeless case يعني. Case. يعني. زي مشكلة أو hopeless يعني ما فيش أمل. ما فيش أمل أمي. شكرا. خلص انت هلا بالموقف يعني انت اللي حطيت الموقف صار موقف صار موقف ليه وقعد صار موقف I don't like these questions انا بس بدي نرفزوني انا معاك معك افضل معك لانه اساسا بدي اقول لك شيء لا لا ما تقولي ممكن لا تقولي ممكن مش على ممكن ممكن عشان بعدين ممكن خلص ما في شيء اسمه خلاص ما في شيء اسمه عم يحكوا بتعرف شو عم يتناقشوا عم يحكوا شيء 90 واحد لما يحب شو بيصير فيه وبعدين ليش الأرانية يعني ليش أرانية شفتوا بس اذكرك هذا واحد بقول له انت حابب شيء زمانك حابب شيء زمانك حابب شيء زمانك ليش يعني ما نضل مع بعض حابب شيء زمانك مرة تتذكري شو بصير فيكي لما تحبي؟ اوكي لما يجي هذا الشخص انت بتحبيه يجي لك هذا الشيء انت رح تفكري بالطريقه انا لا لا بصراحه لا لا بتكلم فبقى الواحد معي والله بعد حبيبتي لا اذا شوف والله تفكري بحالك تصير مزونه تمشي الحب ما تعرف شو بدك انت تبقى مدخل عقلك ما تجي بنفس اللحظه بيجي الجواب تبعك وانا كذا مش رح تعرف لا لا مش رح تعرفي تفكري حتبني شعر ومش عارفه تقرري استنى 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 احكي كلمه لو سمحت ما بحب الشباب اللي تعبت عشان انا بحاول I don't like to talk about love. It makes me annoying. الحب تجربة. So stupid. تعال
يا بيعمل لك قلبك يفتح لك ايوه يا بيعمل يفتح اما انا انجرف واجي اعيد اكرر مره ثانيه ثالث مره ليش انا دموعي وسخ ليش يعني بتفرض عليك الحب يكف الحب ايه التجربه بتفرض عليك اشياء كثير وراها طب انا وراها بعدين حبيت شو صار اعطتني 1-0 لمصر والله اعطتني 1-0 قلت لها اهلي وما اهلي اجوا اهلي وكذا وخطوبه ومخطوبه بطلت ترد علي البنت بعد ما سافروا اهلي عرفت اهلي سافروا صارت تقول لي انا اصلا خفت اصلا لسه صغير بعدين قالت اصلا انت لا مش خفت كمان قالت لي اصل انت مش مصري علل مخفيه علل مخفيه وحياتك علل مخفيه تمام انت فاهم عشان هيك الواحد قابل في حياته اشكال واخطاء من البنات يعني غير عادي انه شو هذا وده اللي ده اللي بيخليك تقدر تفرق ما بين البنت وتعرفها على طول في بنات كتير مناح بس الرك على اللي بده يوثق يعني انا بني ادم بطل اوثق بحدا اساسا ولا شاب ولا بنت ما بوثق الا بامي وابوي انا وبالله سبحانه وتعالى انت فاهمني؟ باجي حتى انتم اصحابي بحبكم كل شيء بس ما بوثق فيكم انا قبل قلت لي ما بوثق بس بدأ يعني ها يا عمي بحركه واحده بني ادم طبع بني ادم سبحان الله طبع بني ادم محمد سبحان الله بيذكرني والله طبع بني ادم بيذكرني باشياء كثير ما بيوثق في حاله لا يعني انت فاهمه علي؟ انا ممكن اصدق طيب بقوله طيب وبيصدق بس او يعني ممكن اصدقك اوكي ماشي صح وكذا بس انه اوثق فيك تقول لي ناصر خليك ثقه انه انا مثلا انه منيح صوت لك والله لا لك ولا لغيرك كذاب لانه صار كل الاسئله